نعم، يعني ما زال اليوم الثاني لمؤتمر التاسع لمكافحة الفساد، مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يواصل أعماله لليوم الثاني. إذا ما تحدثنا عن فعاليات هذا المؤتمر، فهناك العديد من الاجتماعات المستمرة على مدار اليوم لجميع الدول المشاركة. مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، تستضيف أكثر من 157 دولة بمشاركة أكثر من 2700 ممثل عن الدول المشاركة لمؤتمر مكافحة الفساد. نتحدث عن المبادرات الموجودة هنا داخل هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الشراكات بين الدول المشاركة، وذلك لمكافحة الفساد وبناء المجتمعات الصالحة. إذا ما تحدثنا عن أروقة هذا المؤتمر، فهناك العديد الآن من المؤتمرات الجارية على أرض مدينة شرم الشيخ. نتحدث عن الاجتماعات المتتالية وأيضا المبادرات، هناك العديد من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز وتنسيق الشراكات ما بين الدول المشاركة، ولإلقاء مزيد من الضوء على أهم ما شاهدناه في اليوم الثاني لمؤتمر مكافحة الفساد. نشرف بأن يكون معنا السيد محمد جاسم الخضري، وهو مدير مكافحة جرائم الفساد بمملكة البحرين. سيد محمد، في البداية بنرحب بحضرتك ونتعرف من حضرتك على أهمية هذا المؤتمر، وكيف يمكن لمؤتمر مكافحة الفساد أن يقوم بمزيد من تعزيز التعاون والشراكات ما بين الدول المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في جمهورية مصر العربية، متمثلة بمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذا المؤتمر الهام الذي سيعطي الفرصة لجميع المشاركين يعني على تعزيز أواصر التعاون الدولي للقضاء في هذه الآفة. والشكر موصول إلى جهاز الرقابة الإدارية المصرية، وتقدم بالتهنئة لمعالي اللواء الدكتور حسن عبد الشافي على انتخابه رئيسا لهذه الدورة خلفا للدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة إنه لمن المشرف يعني أن نرى هذا التنظيم الهائل وحفاوة الاستقبال، وما رأيناه وما لقيناه يعني من تنظيم مثالي لهذا المؤتمر لدواعي يعني فخر وسرور يعني لجميع الدول المشاركة. لا شك أنه مع تطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية أدى إلى ظهور جرائم لها تأثير سلبي ومباشر على اقتصاد الدول، ولا شك أن تأثيرها يمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، ولعل من أبرز تلك الجرائم جرائم الفساد التي أضحت آفة إنه منها الأمم. لذلك يعني انعقاد مثل هذه المؤتمرات واحتضان جمهورية مصر يعني الشقيقة لهذا المحفل الهام لهو يعني يعطي خير طابع على إرادة هذه الدول للقضاء على منابع الفساد وتجفيف يعني هذه الآفة من الوجود بإذن الله تعالى. سيد محمد، يعني لو اتكلمنا مع حضرتك عن التطور التكنولوجي، كيف يساعد التطور التكنولوجي في محاربة جرائم الفساد؟ حقيقة يعني رأينا اليوم مع الجائحة التي اجتاحت العالم التحول الرقمي الهائل الحاصل، والناظر لإحصائيات جرائم مكافحة الفساد في شتى الدول يستطيع يعني القول بلا شك أن التحول المعاملات إلى معاملات رقمية. اليوم أصبحت إجراءات التقاضي تتم عبر المعاملات الرقمية، فقطع يعني دابر العديد من المفسدين وخفت معها الجميع العديد من القضايا، خاصة أن الدول العربية وأيضا دول العالم قد أطلقت استراتيجيات وطنية وفقا لما يعني أوردتها بنود الاتفاقية، بنيت على مرتكزات أساسية أهمها تعزيز الشفافية وتعزيز النزاهة وتعزيز المساءلة بمفهومها الشامل، حيث أصبحت لا تقتصر على محاسبة المقصرين وإنما امتدت لتشمل توزيع الصلاحيات والسلطات على الموظفين العموميين ومتابعتها والإشراف عليها ضمانا لعمل مميز وفق أدق المعايير التي تضمن نزاهة العمل وجودته، تطبيقا لمقولة الوقاية خير من العلاج. وعلى ذلك قد اتخذت العديد من الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة كتدبير وقائي عام من الجرائم من جانب، وأيضا قد اتخذت الإجراءات الجنائية في سبيل المفسدين وإحالتهم إلى المحاكم الجنائية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا، شكرا لكم. يعني هذا هو الحال، المؤتمر التاسع لمكافحة الفساد، ده مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، يستمر وتستمر معه الجلسات، وذلك بمشاركة وحفاوة من الدول المشاركة التي أسند جميعا على حسن التنظيم المصري، وأكد الجميع كما أكدت الأمم المتحدة في السابق على أن هذه النسخة هي نسخة استثنائية، وذلك بعد الخروج من جائحة كورونا. الكل يسعى إلى تنسيق
وتعزيز التعاون المشترك ما بين الدول الموقعة على اتفاقية محاربة الفساد، وذلك بهدف الوصول إلى تنسيق وتعزيز تعاون مشترك ما بين هذه الدول لتحقيق التعاون في كيفية محاربة الفساد والقضاء عليه، وذلك من أجل إقامة مجتمعات سليمة خالية من الفساد. عودة مرة أخرى إلى الاستوديو.